مساء الخير، وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل لاباس، تكون صحتكم بخير، احوالكم. مرحبا بكم في فيديو جديد. شوفوا هذا الفيديو، ما على باليش كيفاش مخلط بديناه بصراحه بفرحه. المهم الحمد لله يا ربي، يعني ستر ربي، صرات لنا واحد الكارثه واحنا نطيبوا في المطلوع. كيما راكم تشوفوا عجنات وماما مسكينه، وللاسف صرات لنا واحد الكارثه، اما الحمد لله سلامات، يعني فاتت سلامات. دوك تشوفوها في الفيديو، والله العظيم غير ربي سترنا. الحمد لله من بعد جمعنا كامل العائله. انا قعدنا نديرو في المطلوع، كنت عجنته من قبل وحطيتو، ما حبيتش نصور المطلوع، فاكش على بالي بلي المطلوع خلي يدرسو لكم يمكن مرة ولا زوج. وفرشنا هنا في الصالة، وحطيت الطابونة تاعي الصغيرة اللي راكم تشوفوا فيها، يعني خفيفة، لأنه ما بغاوش يوصلوا لي بها الغاز، يسمى حطيتها غير هنايا في الصالة ونطيب عليها. وراكم تعرفوا على جلد الدخان، وهذاك فاتح الباب باش يخرج الدخان. عايزة أعملي حلوة. ما تعمليش يا أمي، لا ما تديريش. إذا ما تعمل أعمل. نسيت، كون عطيتك قبل القرصة كيما راني مميزة، راني مميزة يفكروني قبل ما ندير العجينة يقولوا لي هاتي لي قرصة نبدل هو انا قرصة، انت ما قلتيليش وانا نسيتك. قولي لهم شراك شراك. ها زعلت على بالك. تعششتي تعششتي، زعلتي زعلتي، خلاص دوك نبدل القرصة. شوفوا هنا اختكم، زعما راني راهي توري لي كيفاش نقرص. شوفوا انا المطلوع راني نقولكم شحال عندي ما درتوش، تقريبا راني في العامين، لانه من نهار كنت حامل بعمر في الاشهر الاولى كنت نديره صح، اما في من ثم ما بقيتش نديرو. علاش؟ لانه ما عنديش طابونه فاش نطيب، وذيك الطابونه ما تصلح ليش. ماما قالت لي هاتي برك نجربها لك دوك نسيها لك، اما للاسف ثاني ما صلحت ليش، ما كانش قد الطابونات تاعنا دوك الملاح، هذوك هما اللي يصلحوا لي. كنت نطيب ثاني فوق الكوزينيير، كانت تحرقها لي. المهم هنايا قالت لي تنوري لك كيفاش تقرصي، وليت نقولها راني ما شفيتش، راهي عندي عامين ما درتوش. شوفوا يعني فوتناها غير ضحك ضحك ضحك، الحمد لله يا ربي. وفي اخر دقيقه ولا في نص دقيقه ولا ثمثم تحول، وثمثم عباش كيفاش كان الغاز يبردي وشعلت النار، الحمد لله يعني ربي ستر. كمل دوكا هذو المطلوعات. ها دوكا وليني حطيت دوكا الطاجين يحميلي. ها شوف بعدي جوج ماما يشوف. المهم سمحوا لنا قبل البنات، خاطر الغاز كان يبردي ولا ما على باليش. المهم شعلت النار والحمد لله يا ربي لحقت طفيت الغاز، الحمد لله يا ربي. ماما هربت ماشي مش هربت انا البنات، انا والله مش هربت، انا من الخلعه كي شفت هذاك الغاز كيفاش نقولوا راحت الهضره، طلع الغاز النار كي شفت الغاز هكذاك طلع عبالك كان يبردي، منين برد الغاز وشعلت النار انا من الخلعه ما فهمتش. شوفوا شوفوا نجي نوقف نطيح الارض اصلا تعيد تزلق. المهم انا عدت بني الحمد لله يا ربي، يعني خرجت سلامات. ودوكا نقشف البطاطا، وهاي ماما دير في المطلوع، وامي راهي معانا. ايكم عاملين ايه؟ الحمد لله على كل حال وخلاص. ساعة ساعة تصرالنا انا والله غرجعني، يعني صارت لي هكذا بصح. كان واحد النهار الطابونة تاعي كي شعل زوجتي شوية قعدت اي انا البنات كيما راكم تشوفوا تجمعنا كامل العائله وبقينا نضحكوا على ذاك المشهد. سبحان الله اللي فات علينا، هو صح مشهد مرعب كيما نقولوا، خفنا كي يجيك هكذاك على غفله وتكوني كيما نقولوا في امان الله، وتكوني شغل ما كيش ما عندكش في راسك باللي حاجه كيما هذه راح تصرى، اكيد راح تخافي. المهم ماما مسكينه سرتو انا الارض تاعي تزلق، وحتى هذيك الضربية ولا واش نسميوها في الارض، مسكينة جات تنوض، هي راها تعرف جات باش تنوض زعما باش تطفي الغاز، اما زلقت هذيك هذاك الطابي زلق في الارض، يزلق في الارض ما قدرش تنوض. اي ولات تقول لي غير ليا، وانا شوفوا انا عندي واحد الفوبيا من هاد الحوايج، انا ما قدرش نقرب ليهم، ما على باليش كيفاه نوضت نجري ورحت طفيت الغاز هذاك. يعني جاتني واحد القدره اللي جامي جامي نتخيل روحي اني سبحان الله، هي لازمك تطفي الغاز ولازمك ديري حوايج كيما هذو، اما انا نخاف عندي صنف نخاف. المهم هي قاعده تقول لي طفي الغاز طفي الغاز، برك دوك تطفى طفي الغاز، رحت نجري، اي رحت نجري
نسمع في شيخ جا مسكين طالع يجري يعجوز سمعوا ذيك النار كيفاش شعلت، دارت واحد الصوت هكا سمعوه. المهم الحمد لله يا ربي يعني فاتت سلامات، ما مطابونا هذيك ما طيبت ليش مليح، ما خلتش هذاك الطاجين يسخن. كي زدنا لها الغاز دوك تشوفوا مسكين الطاجين مسكينه. والله العظيم هذه اول مره اللي حنطيب فيه طرطق لي هكذا شويه، اما الحمد لله يا ربي يعني ما كملش طرطق. هي قلت لها خلي نطيب فوق كويزينيير، والله ما على باليش حتى ان شاء الله كي نجي وراني نجيب كويزينيير وخلاص. ما عندي ما ندير لها سيت مع كل الطرق، سيت كل شيء يعني ما بغاش يصلح لي في هذه. راكم تعرفوا المطلوع يحب الطابونه المليحه هذيك اللي تكون نارها مليحه باش يصلح. بعد درنا واحد اللمعة عائلية كيما راكم تشوفوا، جبناه غير الضحك تفكرنا ذاك المشهد. شوفوا بقينا غير نضحكوا عليه، جبناها غير بالضحك. قالت لي ماما كنت حندير لك المطلوع سخفتي عليه خلي، قالت لي مزيدش نديرو، هذه هي المره الاخرى زدت نعاودو لك فيه. قالت لي نهار تجي عندي راكي تاكلي ان شاء الله. انا قلت لها يعني ما ديريه ما والو، راه عادي يعني كيما هاد الحوايج ماشي سخف عليهم بزاف ولا. وكم تعرفوا قلب الام وتقول لي لازم ندير لك اي حاجه تشهيتيها قبل ما تروحي وهكا. المهم هنا بعد ما كملت جيت قليت البطاطا تاعي. البنات انا راح ندير هنا الدجاج، عندي هكا رائحه كباني. المهم انا راح نخدمهم بهذا كريسبي هذا. عندي هنا المهم تبلت هنا شويه، وعندي هذو راح نزيد له توابل تاع الشاورما باش تعطيني يعني بنه مليحه. ماما راهي طيب في المطلوع، هذو دارتهم صغار باغي نديرهم ساندويتشات هكا صغار نحشيهم بالبطاطا، وراي تنحي في البطاطا ثاني قلينا بطاطا. نزل ثاني الدجاج وهنا نوجدو في العشاء. هنا البنات كيما راكم تشوفوا درت لهم التوابل وحطيت هذاك الدجاج تاعي باش نتبلو، نخليه هكا شويه باش يتبل. هذاك هو يدخلوا للتوابل يعطيه طعم مليح، ومن بعد ان شاء الله نولي نديروا الطريقه الثانيه. شوف البنات بعد ما تبلت الدجاج تاعي عندي بيضه خلطت لها شويه تاع فلفل اسود. هنا ثاني عندي هنا هذاك الكريسبي راني فرغته يجي حار البنات، ماشي حنا قليه كامل على جال الاولاد ما نديرلوش كامل. وهنا عندي الفارينه، المهم اول حاجه نبدا في الفارينه ومن بعد نديرو في البيض ومن بعد نديرو هنايا في هذا باش يجينا هكا شويه حار وفيه توابل ثاني متبل ويجينا بنين بزاف. راكم تشوفوا هنا كاين العشاء تاعي طاب. المهم قليت هذيك البطاطا ودرت هذا الباني ودرت هكا سلطه خفيفه، احنا من عشاق السلطه انا وماما يعني نموتوا عليها. محمود شويه هكا بصح اكذاك ويحبها. المهم هنا كنت نوريكم كيفاش قليتو وجابني بزاف 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 بزاف. المهم قعدنا كتلمينا مع بعض تعشينا، ثاني جات سلفتي الصغيره تعشينا كبالضحك واللعب واللمه العائليه. ان شاء الله يا ربي نعود ان شاء الله المره الجايه، وان شاء الله يا ربي المره الجايه ان شاء الله نعودها في دارنا مع اهلي ومع والدي مع خاوتي ان شاء الله يا ربي. هذا اللي يعني متمنياته. الحمد لله شفت ماما، بقى لي غير نزيد نشوف بابا وخاوتي ان شاء الله. نقولكم شكرا لكم بزاف على الدعم تاعكم، نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. تهلاو في رواحكم، سلامة.